أبويا كان بيشتغل قاضي، كان بيلف مصر كلها، ما كناش بنقعد في حتة واحدة أكتر من سنة، عشان كده ما كانش ليا أصحاب. صاحبت السينما، أتفرج على الفيلم وأروح البيت أمثله قدام المراية. حبيت التمثيل لكن ما قدرتش أقدم في المعهد عشان أبويا كان عاوزني أدخل حقوق. دخلت الحقوق، مات بعدها هو بسنة. رحت قدمت في المعهد، قبلت، خدت البكالوريوس وسافرت البعثة واتجوزت. رجعت لقيت نفسي في التدريس. ها ها ايه؟ ما خلاص. خلصت فنون جميلة وطلعت على مصر على طول عشان امثل. في الاول كان صعب قوي اني اسيب ماما لوحدها، خصوصا ان اخويا متجوز وعايش بره وبيجي قليل قوي. طلبت منها انها تيجي تقعد معايا، بس هي ما تقدرش تسيب اسكندريه ابدا. بس اهو انا ساعات باجي ازورها وهي بتيجي تقعد معايا شويه. بس مش هو ده اللي انا بسال عليه. امال عايز تعرف ايه؟ عاوز اعرف انا شايفك صح. وانت شايفني ازاي؟ بتضحكي، بتجري، بتفرقي طاقه على اللي حواليكي. ايه، مفيش حاجه بتضايقك؟ تفتكر مفيش حاجه بتضايقني؟ بس ما اقدرش اغير اللي بيضايقني. اغير نظره البواب ليا مثلا في الطلعه والنازله؟ بنات مأجرين شقه وبيشتغلوا في السيما، مشكوك فينا رسمي. ولا المخرج اللي يقول لك سنانك ما فكرتيش تصلحيها كده؟ جربي جربي وان شاء الله المره الجايه هديكي دور احسن. طارق بقى لف الدنيا رجالي في حاجه واحده. احنا يعني مضطرين نتجوز ليه؟ احنا مع بعض كويسين. وليه بيحبني؟ حبيني بطريقته. حب ايه ده؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ يا عم انا عسل اشتري دماغي. خير يا سيدي، ايه الموضوع المهم اللي انت كنت عايزني فيه؟ انت فاكر موضوع الشغلانه اللي كنت كلمتني عليها؟ ما انا قلت لك خلاص نزلنا فيها حاجه، بس لو عايزني اطيرهولك. لا 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 يا معلم، لا خلاص مش مشكله. طب استنى، في شغلانه تانيه كويسه، اخلص الجيم واعمل تليفونات واقول لك. بس طارق ما ترجعش بقى تقول لي اصلي مش شايف، اصلي مش حاسس والكلام الغريب بتاعك ده. ما تخافش، أنا عايز أشتغل. يعني إيه مش لاقيه؟ حضرتك بتصل بيه على الموبايل مقفول، وفي البيت بيقول خرج من بدري، ممكن يكون عنده شغل تاني. وأنا أتصرف إزاي؟ المشهد كده مش هيتصور، روح يا ابني هاتولي من تحت الأرض ولا أشوف حد تاني، اخلص. صباح الخير يا أستاذة هند، ما لسه بدري. صباح النور. فين الإكسسوارات؟ طب نص ساعة روح أجيبهم بسرعة. تعالي تعالي ريحي نفسك، حسن خلاص راح جابهم. اتفضلي بقى على المكياج خلينا نخلص. صباح الخير يا أستاذ علاء. أهلا وسهلا. دكتور محمود، ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا، ازيك؟ بقول لك يا دكتور، خليك واقف زي ما انت، ثواني وهاجي لك زي ما انت. بعد اذنك يا استاذ خان. ايه في ايه؟ اصل الراجل اللي هيعمل دور الضابط ما جاش، ممكن نخلي الدكتور محمود يعمل دور بداله؟ مين ده؟ اهو اللي واقف هناك اهو. ماشي، على كل حال الدور مش محتاج تمثيل. دكتور محمود، دكتور محمود، استاذ خان رشحك لدور معانا في الفيلم. لا لا، دور ايه؟ لا لا، من فضلك انا ما اقدرش. اه معلش يا دكتور، دور صغير بس مؤثر جدا في الاحداث. لا مش هقدر، مش هقدر. ما تقلقش يا دكتور، تعالى بس معايا، تعالى تعالى. هتخبط على الباب جامد، العساكر وراك، هتخش معايا امر تفتيش، هتقول لهم خشوا فتشوا. حافظ الحوار؟ حافظ يا استاذ. اوكي يلا بينا. رولينج. كليك. 56-2 أول مرة. أكشن 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 أكشن. ستوب. إيه يا دكتور، ما خبطتش ليه؟ معلش أنا آسف، أنا آسف. من فضلك بعد أكشن تخبط على طول. حاضر حاضر. بعد أكشن. حاضر. جاهزين يا أستاذ نادى في الاستوديو؟ 56-2 تاني مرة. اكشن اكشن
يا لهوي. ستوب ستوب ستوب. متى انت يا دكتور؟ انا اسف انا اسف. يلا كمان مره. 56 2 ثالث مره. ستوب ستوب. سادس مره. اكشن. ستوب. تاسع مرة. 12 مرة. أكشن. 14 مرة. تاني. 17 مرة. يا لهوي. أحسن. 19 مرة. أكشن. يا لهوي. أنا معايا أمر بتفتيش المكان. فتش المكان. ستوب. الحمد لله. إيه ده؟ الحمد لله. بقابلني. يلا حاسس انك عايز تتكلم؟ لا. طب احنا ما كناش حاجه من الصبح. ايه رايك نروح ناكل في حته حلوه؟ لا انا عاوز اروح. طب خلاص نجيب سندوتشات ونطلع نتفرج على فيلم عندك؟ لا عاوز ابقى لوحدي.